ألف ألف مبروك من مستشفى السلام على حصولكم على أنبل شهادة أو أنبل تخصص. إخواني وخواتي وزملائي الخريجين والخريجات، بغض النظر عن التخصص اللي راح تختارونه، كل منكم يعني راح يختار تخصص معين. أول رسالة ممكن نقدمها لكم بعد الامتياز، إخواني وخواتي، اختاروا التخصص اللي تحسون فيه شغف. النصيحة الثانية أو الرسالة الثانية، تعلمي تشتغلون ضمن فريق، تعلم تتواضع. لا تقول بتواضع بعدين لما صير استشاري، ترى sometimes it's too late، ما تقدر خلاص. من شب على شيء شاب عليه. في ناس كثير وقفوا معاكم لغاية لما وصلتوا هالستيج هذا، في الدكاترة، الأصحاب، الزوجات، الأزواج، الصديقات، الأصدقاء، وقفوا جنبكم لما وصلتوا إلى هالستيج هذا. كل الشكر والتقدير والمباركة منك مستشفى السلام لهؤلاء الناس. ولكن في ناس ما ساعدتكم توصلون هالستيج، في ناس حطت كتفها ودستوا عليه عشان تصعدون على هالستيج. اسمحوا لي أطلب من كل والدة ووالدة، والد ووالدة في هذه القاعة يوقفون عشان نتم نحييهم بكل تقدير. ما شاء الله على عيالكم، ذكر الله عليهم، والله إن شاء الله يفرحكم، يفرحهم بعيالكم، بعيالكم تفرحون بعيالهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.